العمل والإنجاز اللي بيتم في الدولة للظروف اللي احنا كنا فيها كعدد سنين عمل، كعدد سنين عمل إنجاز غير مسبوق. ومش بقوله عشان أنا موجود هنا، لا والله، ولكن المطلوب ضخم جدا. واللي عمل ده برضو مش أنا، مش الحكومة بس، ده بينا كلنا، الحكومة والموظفين الموجودين في كل حتة. أيوة الدولة، الناس هي اللي بتشتغل. وعايز أقولهم إن أنتوا كل ما تلاقوا نفسكم بتشتكوا أو مش عاجبكم حاجة اشتغلوا أكتر، كل ما تتضايقوا اشتغلوا أكتر، اشتغلوا أكتر. كل ما حد يطول لسانه عليكم ما تردوش عليه، اشتغل أكتر. كل ما حد يتآمر عليكم ما تضيعوش وقت معاه، صحيح ما تضيعوش وقت معاه، ضيعوا وقت مع العمل والجهد. لا ده أنا اللي معاكم، عايزكم جنب مني. عليكم مساء السعادة، مساء الجمال من قناة الصحة والجمال. أهلا بكم فقرة جديدة وحلقة جديدة من برنامج كتاب مفتوح. النهاردة حلقتنا بعنوان استكمالا للتطورات مصر الحديثة، تطوراتنا اللي عجلة مستمرة وما بتتوقفش. عايزة أقول أن لا تبنى الأوطان بالأمنيات والأحلام فقط، ولكن تبنى بسواعدنا، بسواعد رجالنا الأشداء. نقف اليوم شهود عيان على تخطي العقبات وقدرة المصريين لتحتل مصر مكانتها بين الأمم. هكذا هي التجربة المصرية الحديثة للنهوض بالوطن. النهاردة بنلقي الضوء على تطوراتنا الحديثة من قطارات وسكك حديدية وكباري ومحاور. احنا بدأنا بتطوراتنا الحديثة بقيادة طبعا فخامتنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنهاردة بنستكمل هذه التطورات. أهلا بيك محمود صديقي عزيز. أستاذة حنان، طبعا بعد الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه والمقدمة الروعة دي، أحب أقول الأول قبل ما أقول أي حاجة لكل مشاهدين كتاب مفتوح، النهاردة صفحة تطورات مكملة لتطورات الرئيس من كتاب مفتوح، صفحة جديدة وصفحة مكملة لجميع التطورات اللي عدت السنين اللي فاتت والأيام اللي فاتت والشهور والأيام، لأن هو كل يوم في تطورات جديدة. طبعا بأكد على كلامك، وعايزين كمان نقول إن في تطورات من ناحية البنية التحتية والسكك الحديد، إحنا كل يوم في تقنيات جديدة كمان نزلت في عربات المترو الأيام اللي فاتت الحديثة، وشاشات كان في حاجات جديدة قوي شفتها بعيني وتأكدت منها فهوريها لكم. طبعا استاذة حنان، ايه رايك في التقنيات اللي نزلت في عربات المترو؟ انا عايزه اقول حاجه، ان لما يعني يبقى كلام مرسل، ان احنا بنقول في تطورات في تطورات، في بعض الناس ما بتبقاش شهدت التطورات دي بعينيها، لكن الجميل قوي من هنا من موقعنا هذا من برنامج كتاب مفتوح ان محمود شخصيا والله وهو في الطريق نزل مخصوص عشان نشوف هذه التطورات، عشان يعني نبني عليها فقرتنا النهارده. وبالفعل رن عليا على التليفون وقال لي ايه ده، وبعت لي صور كان بيصور حصري هذه التطورات. فعلا بالظبط، ركبت المترو لقيت عربيات مفتوحه، ما بقاش في حتى حاجز ما بين العربيه والعربيه، العربيات مفتوحه، شاشات جميله محطوط عليها حاجات مسليه، سواء بقى اعلانات، فيلم شغال، تتر الفيلم، تتر المسلسل. ف يعني انا عجبتني التقنيه الجديده، وعجبني شكل المترو، وعجبني شكل المحطات، وعجبنا شكلنا قوي. يعني عجبني شكل طبعا طبعا يا محمود، احنا مصريين لازم يكون شكلنا بهذا الشكل، لازم يعني نكون نليق
بان احنا مصريين. اللي انا بستغرب له بقى يا استاذه حنان ان اصلا يعني احنا في ناس النهارده مش مقتنعه بالكلام ده، يعني هي مش حاطه في دماغها ان احنا في تطورات، مش حاطه في دماغها ان احنا كل يوم في جديد. انا طبعاً يمكن عشان في بعض الناس مش مقتنعه يا محمود، انا قلت في كلامي لسه ان انت نزلت شفت بعينك هذه التطورات. لا ده انا كمان شفت بعيني حاجات كتير لسه هقول لهم عليهم، انا باكد على الكلام ان احنا اصلا يعني بلاش نسمع، احنا خلينا ننزل نشوف زي ما انا عملت. انا ماشي في طريقه عادي ونزلت فعلا صورت بموبايلي تمام، وشفت بعيني شفت مشاريع وشفت القطر الجديد اللي هو بيتعمل. انا لسه كنت عايزه اقول الجمله دي ما يعني تاخدهاش مني، بنقول من هذه التطورات مشروع القطار الكهربائي اللي بيربط مدينه السلام والعاصمه الاداريه، والقطار الكهربائي اللي بيربط بين العين السخنه والعلمين وغيرها. يعني انت متخيل كل هذه المشاريع القطار الكهربائي وغيره؟ ولا وفي يعني مشروع اكبر للقطار كهرباء من اسكندريه لاسوان في 4 ساعات. انجازات انجازات بجد. لا لا انجاز كبير، يعني احنا اصلا معروف ان القطر بيتراح مثلا اسوان ده كده القطر السريع جدا اكسبريس 12 ساعه. النهارده لما يتعمل في مصر قطر يروح اسوان اللي بتتراح في 12 ساعه في 4 ساعات فده انجاز طبعا. النهارده لما الغي قطر كان معمول تمام، كان معمول من زمن من مئات السنين، الغيه واعمله مره واحده كهرباء فده تطور فعلي يعني رسمي. يعني يمكن كلمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يا محمود لما قال احنا مش بن في سنتين، ويتحدى ان لو اي دولة تاني عملت اللي احنا انجزناه والتطوير اللي احنا قمنا بيه في خلال سنتين زي ما قمنا، قال اتحدى لو في 10 سنين حد يقدر يقوم بهذه التطورات والتقنيات. بالظبط في 10 سنين احنا عملنا حاجات مش ده في حاجات من مئات السنين، بكلمك بجد من عصور فاتت، يعني من عصر الرئيس جمال عبد الناصر تمام في حاجات ما اتعملتش، عصر انور السادات في حاجات ما اتعملتش، في عصر السيد محمد حسني مبارك في حاجات ما اتعملتش، السنه السوداء اللي احنا شفناها كلنا في حاجات ما اتعملتش. هو عمل كل ده كل ده، وكمان احنا مش يعني في ناس لحد النهارده مش بتدعمه، لا لا مفيش الكلام ده، لا احنا محتاجين ان احنا ندعم البلد وندعم مشاريع البلد وندعم التطور، وكمان ننزل نشوف بعينينا. كمان اتفرجت على فيديو للسيد الرئيس كان بيناشد فيه السادة الاعلاميين، وكمان بيقول لهم يعني بكل تواضع الزملاء الاعلاميين ارجو تغطية المشاريع ويعني ان انتوا توروها للناس، ودي حاجات بنسبه 10% في حاجات بنسبه 90% مش متشافه. احنا عايزين نقول لمتابعينا ومشاهدينا في كتاب مفتوح ان زي ما احنا نزلنا عشان نوصل لكم هذه الرساله وهذه المشاهد الفعلا الحضاريه وتتميز بالتطوير والتحديث والانجاز، لازم انتوا كمان عشان اللي مش واخد باله رغم ان الصعاب اللي مقابلنا فعلا في صعاب في الناحيه الاقتصاديه مأثره علينا كلنا، ولكن في موازيه لهذه الصعاب انجازات وتحديثات وتطوير لازم نخلي بالنا منه عشان ما نسمعش وما نأمنش، لازم ننزل نشوف بعينينا هذه التطورات. أكد على كلامك بقى واقول لك من فتره قريبه جدا السيد الرئيس وطبعا سياده الوزير السيد كامل الوزير تمام استوردوا 800 عربه قطار حديثه، مش بقى مش قطار عادي. يعني انا كان يعني انا نفسي اوريكم القطر زمان عشان احنا بس في ناس لسه بتنكر وفي ناس لسه بتهاجمنا وفي ناس مش عايزانا نبني وفي ناس مش عايزانا نكبر، ناس بتعطلنا. احنا 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 كنا كل كام شهر تقريبا بنسمع عن حادثه قطر، النهارده احنا بقى لنا 3-4 سنين ما سمعناش عنها، احنا كل شهر او كل شهرين او كل 3 شهور او كل 6 شهور بنسمع عن تقنيه في المشروعات جديدة حديثة، في تقنيات نزلت في مترو الأنفاق، في بقى تقنيات حديثة جدا اللي هي اللي احنا كنا بنشوفها بنقول ازاي احنا الحاجات دي مش عندنا في مصر، هي الحاجات دي هتبقى عندك في مصر بس انت اصبر وادعم بلدك وحاول يعني تتعلم الوطنية او تعلم عيالك الوطنية. وعايز اقول لك اللي هو عاوز يهدك هو مستفاد طبعا، يعني اللي عايز يهدك هو مستفاد، يعني مستفاد منك مكسب مادي مكسب معنوي مكسب للي دعمه هو
شخصيا. احنا عايزين نهمس بس في ودان متابعينا ان لازم فعلا يعني نبث في اولادنا الوطنيه، بمعنى ان احنا نوريهم التطورات اللي احنا بنعملها، ان احنا نوريهم يعني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمل ايه، ومش لوحده ده، هو وحكومه واحنا كشعب. يعني ما ينفعش نسيب برضو رئيس يعمل لوحده، نقول على الحكومه على الحكومه. كمان هو كان عنده رؤيه، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عنده رؤيه في السيد الوزير كامل الوزير. ايوه ده حقيقي. تمام، ان هو خده من وزاره حطه في مكانه الصحيح، حقق فيها. أيوة. يعني حقق فيها بجد، عمل انجازات في يعني في وقت قصير جدا من كبار. احنا عملنا اصلاح لطرق. شبكه الطرق على مستوى الجمهوريه محمود. يا استاذ حنان النهارده انا بروح مشوار في على يدك واحنا جايين المدينه، بقينا بنيجي في قد ايه. لا الطرق فيها اختلاف رائع واختلاف ملحوظ، يعني كلنا شايفينه. اختلاف رائع بقى في السرعه وفي الشكل، في انجاز الوقت كمان. يعني سرعه وشكل، وكمان يعني دلوقتي احنا نقدر نستقبل السياح من ساعه ما يستقبلوا، من ساعه ما يخرجوا من الطياره لحد ما يوصلوا بره لحد شيراتون او يروح المكان اللي هم رايحين فيه، هم شايفين منظر جميل جدا. وكمان في تطورات النهارده بتحصل تاني، في تغيير في شبكه الطرق تاني اللي حوالين المطار، ده دعم للسياح احنا عشان يبقى شكلنا حلو. احنا كمان اللي هو في الضوء متسلط على بعض التطورات، فعلا في تطورات تانية وانجازات مش متسلط عليها الضوء. طب اللي ما يعرفوهوش بقى، في حاجات النهارده القطر الكهربي تقريبا، انا في ناس النهارده اول مره تسمع عنه، بتاع اسكندريه اسوان القطر الكهربي، في ناس برضه تسمع عنه. معانا صور للانجازات والتطورات للقطارات دي، لو معانا يعني نحب نشوفها. طب نحب نشوفها طيب، على ما نتكلم طبعا عن انجازاتنا. لسه الكنترول بيجهزها. تمام. خلينا هنقول في تطوير في المنظومه العسكريه باحدث التقنيات كمين. تمام. يعني من ضمن التطورات والانجازات القضاء على العمليات الارهابيه بعمليات سيناء مثلا. سياده الرئيس قال عنها وهنسمعها للساده المشاهدين من سياده الرئيس. انا كلمه الرئيس عجبتني قوي 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 يا محمود. طبعا كلمه الرئيس كان بيحس الاعلاميين كلهم، بيقول لهم انزلوا وغطوا الاحداث والتطورات والانجازات، انزلوا ووروا للناس هذه التطورات اللي بنلقي عليها ضوء واللي مخفي عنها الضوء. وكمان دي 10%، في حاجات بنسبه 90% مش معروفه، كل يوم وكل ساعه وكل ثانيه بتاخد قرارات حازمه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا استاذه حنان احب اسمع منك قرار جديد لسياده المشاهدين، قرار من القرارات الجديده اللي محدش يعرف عنها حاجه. ده كان في قرارات يعني في بعض الناس عارفين اكيد، عشان الرئيس بتاعنا بسم الله ما شاء الله مخلينا معاه خطوه بخطوه. بالزبط. كل ما بيحصل انجاز بيلقي الضوء عليه، وبجد بيعمل مؤتمر او تنويه عن هذه مؤتمرات التطورات. مؤتمرات للشباب ومؤتمرات واجتماعات. انا عايز اقول كمان في احنا قلنا التطورات دي كتير، بس من فرحتنا بهذه التطورات هقولها تاني، بنقول القضاء على الارهاب بعمليه سيناء الشامله، تطوير المنظومه العسكريه باحدث التقنيات. ده قصد حضرتك التحدي، احنا بنتحدى الارهاب ان احنا نبني. طبعا نبني. طبعا ده تحدي. احنا شبه يعني شمال سيناء كلها تقريبا ما بقاش فيها اي بالزبط. ارهاب. احنا بنتحدى الارهاب، وكمان احنا يعني ما بنستناش ان حد لا اعملوا اللي انتوا عايزينه احنا هنشتغل. حتى يعطلنا. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لنا لو سمعتوا بودانكم حد بيشتمكم كأنكم مستمعين، كملوا واشتغلوا. كملوا كل ما يبقى حد بيعطلكم وبيأخركم تحدوا وكملوا. فاحنا فعلا لازم ناخد الدعم من رئيسنا ونتحدى كل الصعوبات يا محمود، لازم. طيب في تحدي تاني سيادة الرئيس برضو قال عنه، وهو تحدي الفساد، وده طبعا من يعني طبعاً. تحدي قوي جدا جدا جدا، ومحتاج مجهود كبير من الشعب ومجهود كبير من الحكومه ومجهود كبير من سياده الرئيس. وفعلا سياده الرئيس اشتغل عليه وحقق منه حاجات كتير، وتقريبا كان اوله تصالح المباني. فدي دي دي يعني دي كانت من ضمن قرارات وتحدي للفساد، ان هو يعرف ملف المباني بيحصل فيه ايه، لان هي دي نقطه اساسيه طبعا، لان مش اي حد يبني ومش اي حد طبعاً. لان هي كانت في طبعا في السنه السوداء والسنين اللي قبليها كتير قوي استغلوا الاراضي الزراعيه وبنوا عليها مباني. بالظبط. فعلا بالظبط. طيب لا والجميل قوي كمان يا محمود يعني ايه، ان فخامه الرئيس لما لقى قرار من خلال البرلمان على تسجيل العقودات في الشهر العقاري، لما لقى فيه كده زوبعه وناس كتيره قوي يعني صعب عليها وتكلفه فلوس، قال ايه؟
يعني يرجع هذا الملف تاني للبرلمان ونشوف ايه اللي يواكب المواطن المصري، نفس ما يبقاش في عبء على المواطن. نفس الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي عنه هاكد عليه برضه، حصل في تصالح المباني. أيوة. لما لقى ان في عبء على المواطن وان هي بقت في مبالغ كبيره من النقابه او غيره من المكاتب الاستشاريه، رجع تاني ورجع الملف راح البرلمان ورجعوا فيه، وتقريبا يعني الرسوم بتاعت النقابات كلها قلت. فانا باكد على كلامك المعلومه دي، تطوير وانجاز وتحدي، فعلا مصر اتولدت وفي تحدي اتولد كل يوم، في تحدي تالت، تحدي الاقتصاد ده الاهم بقى. طبعا يعني احنا بصراحه هو كل حاجه مهمه، اي هو بند من بنود التطوير مهم. لا هو بصراحه تحدى صعوبات ومهمات كبيره جدا، واللي احنا يعني احنا تقريبا برضو هرجع اقولها تاني وبقولها في كل حلقاتي، حلقات تطور مصر الحديثه، هرجع اقول ان احنا كان شكلنا ايام كورونا كان حلو قوي، كان شكلنا في الاستيراد والتصدير والصناعه وفي الشارع وفي اي حته وفي العالم كله كان شكلنا ممتاز. حتى كمان الشعب نفسه محمود كان محافظ، ملفت الانظار بالزبط. بين الدول كلها، اشمعنا كورونا مش عامله يعني مأثره على الشعب المصري بالشكل اللي احنا شايفينه العالمي. وفي ناس بقى كانت بتقول لك الشعب المصري مش عارف ياكل رنجة ولا مش عارف يعمل ايه وعنده مقاومات. لا احنا عشان ربنا حمينا بس يعني. بالظبط احنا عشان ربنا حمينا. فخلينا نتكلم تاني عن الاقتصاد. طبعا سيادة الرئيس بيواجه تحدي الاقتصاد العالمي، طبعا شايف تحدي الاقتصاد ان احنا ارتقينا دوليا، ارتقينا عالميا، بقى في مقابلات ما بين رؤساء البلاد الاخرى كل شويه، الرئيس في انترفيو مع رئيس بلد كذا، كل شويه انترفيو مع رئيس بلد كذا. طب احنا المقابلات اللي الرئيس بيعملها بره خارجيا دي، كل دي عايده للبلد طبعا، كل دي اتفاقات دوليه عايده على مصر. كل هذه الاجتماعات والتداولات دي بتصفر عنها النتائج اللي احنا فيها دلوقتي. طبعًا. احنا استرداد جرارات من اكبر الدول المصنعة، استيراد اكتر من 800 عربية قطار. طبعًا. انت عارف الكلام دوت، تطوير كافة القطارات لتصبح مؤهلة للاستخدام. يمكن موقف كده يعني يحضرني دلوقتي، انا كنت مرة ماشية وسمعت، شفت واحدة اجنبية ماشية يعني في ميدان رمسيس تحديدا، وشافت القطر، وشافت اللي هو القطر القديم اللي هو عقبت عليه تعقيب. انا حزنت كل الحزن طبعاً. ولكن لقيت حد مصري يعني غيرت على بلدنا. انا عارف ان انت اصلا وطنيه بحت كلنا، بتحب مصر. بلدي جدا طبعا. فطبعا تحيا مصر، تحيا مصر طبعا طبعا يعني. تحيا مصر وتحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعاً. وتحيا تطورات الرئيس عبد الفتاح السيسي جداً. احنا معاك يا ريس، احنا معاك قلبا وقالبا في مشروع، معاك هنغطي مشاريع كل شويه يا ريس، هنزل اغطي مشروع كل شويه، الفريق هينزل، فريق برنامج كتاب مفتوح هينزل يغطي مشروع جديد. نلقي الضوء على هذا التطور وهذه الحداثه وهذا الانجاز. احنا بنقول تاكيدا تاني تباعا لكلام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو قال اتحدى اي دوله في 10 سنين تعمل اللي احنا عملناه في سنتين. لا وانا هو عند السادة المشاهدين بتغطيه كل المشاريع الحديثه في 2021 و2022 في برنامج كتاب مفتوح، وهيكون حصر ليكم، انتظروا بقى كل التغطيات مشاريع مصر. احنا بالفعل بنعمل كده محمود، احنا بدانا بالتطورات والنهارده الحلقه بتاعتنا بعنوان استكمالا لهذه التطورات الحديثه لمصرنا العربيه الجميله. طبعا دي صفحه من صفح كتاب مفتوح، وهو طبعا تطورات مصر الحديثة ليها عندنا كذا صفحة وكذا حلقة، مش هيكفينا نكون معاكم حلقة واحدة، فانتظروا باقي الحلقات. اوعى تقول لي الوقت خلص. تقريبا احنا وقتنا خلص، واحب يعني احب اشوفكم في الحلقات القادمة. استنوني برنامج كتاب مفتوح كل يوم 3 الساعة 5:30. السلام عليكم. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، احنا بنتكلم برضو مرة تانية على سنتين، اللي بنتكلم فيه ده سنتين. اول حاجه صعبه، انا اتحدى اي حد يقدر يعمل اللي احنا بنعمله ده في 10 سنين. وانا عارف انا بقول ايه كويس، لان كل موضوع من اللي احنا بنطرحه قدامكم ده احنا ايدينا وعقلنا وقلبنا فيه عشان نعمله، عشان لما نقف قدامكم دلوقتي قدام كل المصريين نقول احنا بنعمل ده. انا عايز اقول لكم حاجه،
كان ممكن قوي اقول للمصريين الشباب، وخلي بالكم من الكلام اللي انا هقوله ده، خلي حددوا 2-3 مليار جنيه، كل شاب ياخد 10,000 جنيه عشان يعمل مشروع صغير كده، وكان الكلام ده يغطي مليون شاب تقريبا لو احنا بنعرف نحسب الخمس ستة مليار يعملوا ايه. بس يبقى انا كده غسلنا ايدينا من ولادنا، اديناك اهو. لا، احنا واخدين الطريق الصعب قوي. كل مشروع من اللي احنا بنتكلم فيه ده مليارات الجنيهات محطوطة فيه. خلي بالكم، انا عارف ان الكلام ده دلوقتي بيتقال على الهوى لكل المصريين، احنا ما بنضحكش على حد، ما بنكدبش، احنا ناس صادقين، عايزين نقول للناس احنا بنعمل بجد لبكره، لبكره للولاد دول الصغيرين اللي قاعدين هناك. كان ممكن زي ما بقول كده 5-6 مليار بس، كل شاب ياخد له 10-15-20 ألف جنيه عشان يعمل مشروع، ونقول له احنا كده ساعدناك. لا لا، بناء البلاد والدول مش كده، بناء البلاد جهد وعرق واخلاص وامانه وشرف، مش حاجه تانيه. انا ارجو بس ان النقطه دي تبقى واضحه لينا، لان اللي انا بقوله ده كل اللي انتوا شفتوه النهارده، وارجو ان زملائنا الاعلاميين تنظم لكل المشاريع ديت رحلات تشوف على الواقع وتلتقي بالناس اللي شغاله ومحدش عارف عنها حاجه، وكمان تقدم للمصريين ايه اللي بيتعمل، ايه اللي بيتعمل. احنا بنتكلم على جزء صغير هنا، جزء ده، كل ده جزء صغير. ايوه ده جزء صغير هنا، وفي اجزاء ومناطق اخرى جاري العمل فيها انتوا ما شفتوهاش وما بنتكلمش فيها. ده تحدي، التحدي زي ما اتقال، تحدي الارهاب اللي عايز يهز ويعرقل مصر. لا هم بيعرفوا يبنوا ولا عايزين يسيبوا حد تاني يبني. خلي بالكم من الكلام. بقول تاني، هم ما بيعرفوش يبنوا، يعرفوا يهدوا بس، ومش عايزين حد تاني يبني. وده تحدي، واحنا هنبني بفضل الله سبحانه وتعالى رغم كل الارهاب ده. في فساد وده معرقل لينا، بنحارب الفساد وبنبني وحنبني، ده تحدي تاني. في تحدي تالت خلي بالكم منه يا مصريين، تحدي اقتصادي. هو انتوا برضو ناويين تنجحوا وتبقى دولة يعني؟ ده تحدي تالت خلي بالكم. الكلام ده لكل الناس اللي قاعدة هنا مش واخدة بالها، أو اللي بتسمعني في مصر، لازم تخلي بالكم إيه اللي بتخطط ليكم واللي معمول لكم، وتنتبهوا كويس، تنتبهوا كويس لبلدكم، تخلي بالكم منها. إحنا كلنا اتفقنا إن إحنا هناخد بالنا كلنا من مصر، مش أنا بس، مش أنا بس، احنا. وبقول الكلام ده تاني عشان انا قلت لكم كده من الاول.